الو ميرفت، ازيك؟ ده جرس، تعالي بسرعه علشان القهوه على النار. باستمرار بعمل قهوتي بنفسي، دي هوايتي على العموم، واحب اسقيها لضيوفي الاعزاء. اقول لك سر على موضوع القهوه، بعد ما تفور نص فوران زي ما فارت تحطي عليها 3-4 نقط ميه، بتتسبك وبتبقى هايله. القهوه في الصالون يا محمد. اتفضلي. حسين، اقدر اسالك عندك كم سنه؟ انا بحتفل بعيد ميلادي يوم 7 اغسطس كل سنه. وبقالك كم اغسطس بتحتفل؟ انت والله مش فاكر قوي. ذاكرتك ضعيفه. 37 حاجه كده. يعني تعتبر نفسك بتنتمي لسينما الشباب؟ سينما الشباب يعني مش بالنسبه للسن تسمى سينما الشباب، هي بالنسبه لفكر شاب. السينما هي السينما، الفكر المهم اللي فيها. عندك انطونيوني مثلا، راجل عجوز جدا وبيعمل سينما شابه جدا لانه فكره متماشي مع عصره. بالنسبه للفكر انا فكر شاب وممكن تعتبريني من سينما شاب. طب اقدر اسالك دلوقتي سؤال شخصي شويه؟ انت ما اتجوزتش لغايه دلوقتي ليه؟ ما اتجوزتش عشان ما لقيتش الانسانه اللي تستحمل يكون لها شريك. شريكه؟ ايوه. شغلي، تحبي تعرفي انا بشتغل ازاي؟ يا خبر، ايه كل ده؟ ما هي دي المشكلة. دي مشكلة كبيرة. أنا بعيش بالمزيكا من الصبح لليل، ما أقدرش أشتغل بدون ما أسمع مزيكا، ما أقدرش أحس أي إحساس فني بدون ما أسمع مزيكا، ما أقدرش أوجه أي شخصية في الاستوديو. يعني أنا لما تقفي قدامي في الاستوديو بوجهك بعد ما أسمع مزيكا ساعتين ثلاثة، بتكون متخزنة بقى. متخزنة. فدي بتسبب لي بعد ساعات إشكالات كبيرة. ابص الاقي نفسي الساعة 3 صباحا بسمع عالي قوي، وبوليس النجدة بيجي بيقول لي يا استاذ معلش الجيران عايزين يناموا وبتاع. بس تعودوا دلوقتي الجيران طبعا على ما بيناموش من غير ما بيناموش من غير. طب انت رفضت التمثيل ليه؟ انا فعلا اتعرض عليا مدام ماجدة منتجة، عرضت عليا دور الانف، فيلم انف ثلاث عيون. إذا مثلت أنا دور الأنف هستمتع بشخصية واحدة، وأنا بخرجه بستمتع بكل الشخصيات، وبخلق الإطار العام للرواية، بخلق كل شط، بخلق كل مشهد. فالعملية ممتعة جدا بالنسبة لي، إضافة على إني بعبد شغلي، بعبد عملية الإخراج يعني. وبعدين التمثيل ما بيضيفليش أي إحساس جديد بالنسبة لي. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة من برنامج سينما القاهرة. إن شاء الله تكون الحلقة عجبتكم. ميعادنا الأسبوع الجاي إن شاء الله في نفس الميعاد مع حلقة جديدة وجولة جديدة.